تصاعد اعتداءات الاحتلال على الطواقم الصحفية الفلسطينية في الآونة الأخيرة من إطلاق النار بشكل مباشر اتجاههم واعتقالهم دون توجيه أي تهمة لهم، كما حصل مع الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق وإعاقة عملهم، دفع نقابة الصحفيين الفلسطينيين للدعوة إلى مقاطعة وسائل الإعلام والصحفيين الإسرائيليين، موجهين تلك الدعوة للمسؤولين والصحفيين الفلسطينيين طالبين منهم عدم تقديم أي خدمات أو تسهيلات لهم عند دخولهم لأراضي دولة فلسطين المحتلة. النقابة وعدت أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات النقابية بحق الصحفيين والجهات الإعلامية المخالفة. ودون الالتزام بأخلاقيات المهنة، تعمل وسائل الإعلام الإسرائيلية كبوق لحكومة الاحتلال وتسعى لقلب الحقائق والمواقف الفلسطينية بشكل مقصود وواضح لتبرير جرائم حكومتها ضد الفلسطينيين، ما يظهر عنصريتها في التعامل مع قضايا شعبنا. الإعلام الإسرائيلي ليس موضوعي وهو غير محايد، إنما هو يتبع الإعلام الحكومي الإسرائيلي الرسمي، وبالتالي هو يحاول أن يأخذ ما يريد من الأحداث وفقا للرواية الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي وجيش الاحتلال وجهان لعملة واحدة. الوجه الأول ينفث السموم محرضا على قتل الفلسطينيين، والوجه الآخر يهدم ويعتقل ويقتل ويشرد دون أي اكتراث. هارون عمايري، تلفزيون فلسطين.